كنظن بان فريق كوكب الان حنا كنخدموا مشروع وكنوجدوا مشروع وتكوين فريق تنافسي، لان كما كيعلم الجميع ما خديش الفرقه من الاول، وكانت مشاكل من ناحيه المكتب اللي ما كانش، لا حيت المكتب اللي جا ومشى، ولا حيت المكتب الموقات اللي كيسير دابا. والفريق الكوب ما داش انتدابات في الاول، بالعكس راح لاعبين في من العيار الثقيل. لهذا بالنسبه لنا حنا فكن السنه هذه كنوجدوا فريق تنافسي باش يمكن له الموسم المقبل ينافس على الاماكن الاماميه. وتنظن في اواخر ديال المقابله ديال الذهاب لينا كنضرب واحد المظهر مشرف. احنا شفنا اليوم رغم النقص الاعدادي استطعنا باش نرجعوا في المقابله، وكنظن التعادل المستحق رغم نقدر نقول بعض الاغلاط التحكيميه. وكما قلت لك احنا السنه ما كنلعبوا على والو، كنوجوا فريق ماشي نخسر نربحوا اليوم او نخسر اليوم ونقولوا حنا المشروع. وفي اخر السنه المكتب او الجمهور يعرف بان عنده فريق تنافسي، فريق اللي ما يمكن له من الموسم الجاي ينافس على الاماكن الاماميه، وهذا المشروع اللي عندنا لهذه الساعه هذه.